زي ما بنمر كل سنة بمواسم اختفاء وخطف القبطيات، وزي ما بينشط الجماعات أو بتنشط الجماعات السلفية بالتعاون مع العديد من القيادات الأمنية في مختلف محافظات مصر، ظهرت في الآونة الأخيرة تحذيرات على جميع الصفحات والمواقع المسيحية لجميع الفتيات والسيدات القبطيات من ظهور ما يسمى بجهاد الأرحام، بالتعاون مع السلفيين وعدد من قيادات الدولة السلفيين تحت رعاية شيوخ وأثرياء الخليج لأسلمة القبطيات. التحذير جاء بالتزامن مع واقعتين لاختفاء قبطيتين جدد، منها اختفاء الفتاة القبطية ندى جرجس حنا عطلة 17 سنة، هنعرض صورتها أمام حضراتكم الآن، من مواليد قرية الجلاء مركز سمرلوط بمحافظة المنيا، تغيبت من منزلها صباح يوم الأحد 12 مارس الجاري ولم تعد إلى منزلها حتى الآن. دي ندى 17 سنة اختفت من منزلها وهي من مواليد قرية الجلاء مركز سمرلوط محافظة المنيا. أيضا اختفت مارينا حنا قبلها بيوم واحد وهو يوم 11 مارس من أمام كنيسة ماري يوحنا الحبيب بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة رغم أن هاتفها يعمل ويمكن لأجهزة الأمن تتبع موقعه. حتى الآن لا توجد أي أنباء عن ظهور الفتاتين دول، وللأسف زي ما سمعنا أنه في الفترة الأخيرة تزايدت التحذيرات من استهداف القبطيات من جمعيات شرعية وسلفيين بالتعاون مع بعض من رجال الأمن وتحت رعاية شيوخ وأثرياء من الخليج. معنا في هذا الشأن الأستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي القبطي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ هاني، اهلا بحضرتك، اتفضل. وقت اختفاء الفتيات يا استاذ هاني دي مش واقعه فريده من نوعها ولا واقعه وليده اللحظه، احنا لينا عقود في هذا الامر وتحدثنا كثيرا على هذا الامر وقلنا ان هناك استهداف ممنهج للفتيات القبطيات من قبل الجماعات السلفيه، ان هم بيقوموا بعملية ترويج الشباب، ازاي ان هم يستقطبوا هذه الفتاة بطريقة او باخرى حتى يتم الايقاع بها وممارسة الضغوط عليها، وبناء عليه بعد هذا الامر تصبح الفتاة فريسة سهلة لديهم. لكن برضو مش عايزين نقول ان الامر ما تقلصش قليلا عن ما سبق، لان ممكن نقول من السنوات السابقة كان يصعب عودة الفتاة إلى أهلها، وإن كانت تعود كانت حالات يعني قليلة جدا، لكن في الفترة الأخيرة إحنا شفنا إن في تقدم في هذا الأمر وفي فتيات كتير رجعت بنعمة ربنا، وبرضه عشان ما نقولش لا نبخس بالحق إن كان في مجهودات كبيرة من جهاز الأمن الوطني وكان في مجهودات من وزارة الداخلية له كل الشكر، لكن هناك الآن تحديدا في هذه الفترة مع اقتراب مواسم الأعياد زيادة حالات الاختفاء، ولو احنا جينا نتكلم على المنطقتين أكثر شيوعا نلاقي منطقة القليوبية تحديدا منطقة شبرا الخيمة ومنطقة المنيا، إذا هناك بؤرتين متفارقتين في القاهرة والبؤرة الثانية في المنيا. المنيا طبعا دي ليها باعة كبرى في هذا الموضوع، لأن المنيا فيها جماعات سلفية كثيرة متطرفة وفي استقطاب وفي استهداف للقبطيات وليها اكتر من حاله وليها اكتر من اسلوب. لكن منطقه شبرا الخيمه كان لينا برضو اعتقد العام السابق كان لينا حاله او حالتين هناك، وبرضو لما اتكلمنا وتخاطبنا مع الجهات المعنيه الحمد لله الحالات دي رجعت، وان شاء الله برضو مش هنقول ان الحالات دي مش هترجع، لا هي بنعمه ربنا الحالات دي هترجع ان شاء الله خلال الوقت قريب جدا. لكن المشكلة بقى احنا ازاي نوقد هذا الامر تماما، ازاي نحافظ على بناتنا وبناتنا تحافظ على نفسها
وما تصبحش فريسة لهؤلاء المتطرفين والمرتزقة اللي هم بيسعوا جاهدين لإسقاطهم في فخاخهم وفي نصائبهم وفي المواضيع اللي هم بيخططوها إليهم. أولا البنت لابد أن هي تكون كاتمة أسرار نفسها، يعني ما ينفعش بنت يكون عندها مشكلة في بيتها تقولها لواحد صاحباتها أو أحد أصدقائها، خلي مشكلتك في بيتك، ولو أنت محتاجة إرشاد روحي أو إرشاد أسري الجأي للكنيسة والكنيسة هتساعدك. وده أكتر حاجة على فكرة إحنا لاحظناها في اختفاء الفتيات اللي كانت في الفترة السابقة، إن سبب التحدث والتفوه بأسرار المنزل كان هناك أسلوب متبع إن هم يدخلوا عن طريق الثغرة ديت ويقدروا يشغلوا الفراغ سواء العاطفي أو الاجتماعي أو المادي لدى الفتاة ويستقطبوها ويقعوا فيها وقعوا في شباكهم ويمارسوا عليها الضغوط اللي بناء عليها فخرجت لينا الفيديوهات اللي في الحالات السابقة اللي كانت بتقول أنا عشرت إسلامي برغبتي وأنا وأنا وأنا، وعندما عادت هذه الفتيات قالت أن أنا كنت بتكلم تحت ضغط وتهديد. إذن اعتناق الدين مش لعبة في يد هؤلاء المرتزقة أو هؤلاء السفهاء اللي هم عايزين يحولوا الدولة لكتلة نار مشتعلة، لا، إحنا لازم نكون عندنا تريث ويكون عندنا يقين، ولما يكون في مشكلة تحتاج للنقاش أو للتوعية كل إنسان يتجه إلى الشخص المنوط به في تصحيح المعلومة وحل المشكلة. دي أول نقطة لازم نعملها. الحاجة الثانية إن الفتيات بلاش إن هي تستخدم مواقع السوشيال ميديا في التحدث وإن هي تتواصل مع أشخاص غير معلومة على أي يعني أنا ما ينفعش مثلا بنت فلان أو أخت فلان أو فلانة إن هي تتكلم مع حد ما تعرفوش، ما أنت ما تعرفيش ده ممكن يكون عامل أكاونت فيك ويخش على إنه أسيس على إنه مرشد روحي على إنه على إنه، ويقدر يدخل عن طريقك وياخد منك عن طريق برامج التجسس وبرامج الهاكرز اللي هي النهارده اصبحت ماليه في السوشيال ميديا، يقدر يدخل وياخد اسرارك ويبتزك بيها. فانا من المفروض عليا ان انا ما اقبلش صداقه اي شخص الا لو انا اعلم جيدا ان هذا الشخص موثوق بيه والشخص دوت انا مستأمناه على كلامي وعلى الحوار معاه. الحاجه الثالثه يا فندم، ودي اللي انا نفسي وطالبت بيها اكتر من مره، إن في حالة عودة الفتاة لا نستكفي بعودة الفتاة، تستكمل كافة إجراءات التقاضي مع من تسبب في اختفاء الفتاة، لابد من متابعة القضية، لابد من توجيه اتهام، لابد من معرفة من تسبب في اختفاء الفتاة، لابد من التعرف على أسباب الضرر الواقع سواء على الأسرة أو على الفتاة. القانون يا فندم ابتداء من مادة 288 وانتهاء من مادة 290 من قانون العقوبات نصت على ان اختفاء او خطف الفتاه ده مجرم وليه قانون عقوبات، احنا ليه مش عايزين نستكمله؟ ولما تيجي تتكلم حضرتك مع الاسره زي ما حضرتك عارف يا استاذ مينا انه الاسر يعني ما بتصدق ان هي تستعيد ذويهم او بناتهم، ويعني ما بيحبوش يعملوا اي يعني فضايح زياده او شوشره دي زياده علشان سمعه بنتهم وسمعه باقي البنات في الأسرة أو أبناء عمومتها أو بنات خالتها، ويعني بيكتفوا بعودتهم. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال والسؤال ده منطقيته في إجابته. حضرتك الفتاة اللي هي النهاردة بنتكلم عليها وبنقول إن هي رجعت لأسرتها وموضوعها اتقفل، حضرتك لو كتبت على أي موقع للتواصل الاجتماعي أو أي محرك بحث زي جوجل اسم الفتاة هتجد إن الحالة موجودة بتفاصيلها. الأفضل أن يتم غلق الحالة بمعرفة من تسبب في ذلك وأخذ عقوبة، ولا تفضل الحالة في طي الكتمان وطي عدم المعرفة ويفضل القيل والقال أصل دي مشيت بمزاجها، أصل دي كانت مع فلان، أصل لا يا فندم ده مش صح. حضرتك دي يعني عايز أقول لك دي يعني ده السبيل الوحيد للمتهم أو للمجرم اللي عمل هذا الأمر إن هو يفلت من العدالة. لكن لو الشخص نفسه أبو البنت أو الزوج أو أخ الأقربين أو المتضرر الرئيسي في اختفاء الفتاة تقدم بالبلاغ واستكمل البلاغ، لا يمكن أن البلاغ ده يتم غلقه إلا بمعاقبة المتهم في ذلك الأمر. يا فندم القوانين نصت وكتبت حتى تحافظ على الجميع. أيوة. إحنا للأسف ما بنحاولش إن إحنا نستخدم القانون لصالحنا، إحنا بنحاول كل اللي اكتفينا بيه البنت رجعت
حضرتك تبص على السوشيال ميديا بعد ما رجعت الناس نفسها بتتساءل، طب هي كانت فين؟ طب وبعد ما رجعت ما قلتوش ليه؟ طب كذا طب كذا. انا مش بقول ان احنا نطلع في الاعلام ونقول فلان ولا لا، احنا بنقول الناس تكمل اجراءات التقاضي، فبناء عليه سيتم اخذ الامر جللا وسيتم وضع الامر في نصابه الصحيح، وستاخذ الدوله العقوبه على هذا الشخص. ما انا مش هقول مثلا للدوله انت ليه ما حكمتيش فلان، هيقول لي اذا كان الشخص الذي تسبب عليه الذي وقع عليه الضرر تنازل عن حقه. ده قانون يا فندم حضرتك، قانون الجنائي مثلا اقول لك مثال بسيط، لو واحد تسبب في ضرر ما لاحد الاشخاص وليكن ان هو اصابه بعاهه مستديمه او بالضرب ادى الى احداث اصابات وحصلت مثلا عنده قصور او الى اخره، بيتم رفع دعوى قضائيه وعن تقارير طبيه وبترجع للمحكمه. لو المحكمه حكمت على الشخص دوت بعقوبه نتيجه متابعه الشخص الاول للاتهام اللي هو المجني عليه، بعد ان المحكمه تصدر الحكم يحق لهذا المجني عليه التنازل عن حقه، لان ده حق شخصي. فما بالك بقى الدوله النهارده اقول للدوله ليه الدوله ما بتحكميش، يقول لك اذا كان الشخص الذي تسبب او وقع عليه الضرر لم يطالب بمحاكمه الشخص او بمتابعه الاجراءات القضائيه، هعمل له ايه؟ خلاص يبقى العلاقه سببيه، العلاقه اصبحت علاقه سببيه تراضي بين الطرفين. لكن الدوله تشكر ان هي بتبذل المجهود واجهزه الامن الدوله واجهزه الامن الوطني بتبذل. يا فندم مع احترامي للجميع، موضوع عوده الفتاه بيبذل فيه مجهودات جباره عشان نوصل لها، وفي حاجات تانيه كتير جدا يعني انا مش هينفع اتكلم عنها في البرنامج لان دي خصوصيه الامر، لكن صدقني الموضوع فيه صعوبات كبيره جدا، صعوبات تفوق الاحتمال. جهاز الامن بيبذل فعلا مجهود يا استاذ هاني، لو حضرتك في البيت اللي حضرتك فيه وجبت لك واحده اخفيت لك شكلها حطيتها في العماره اللي جنبك صدقني ما هتعرفها، ما بالك بقى احنا بيدوروا في قطر بالكامل عليها. ايوه ايوه. فيعني احنا ممكن ان احنا نكف هذا الامر، وممكن ان احنا نحاول بكل ما اوتينا من قوه ان احنا نحاول نسدل الستار على هذا الملف، بس بثلاث اساليب. الاسلوب الاول اتباع المرشد الروحي او المرشد الاجتماعي طبقا للكنيسه، الكنيسه عندها مرشد روحي وعندها مرشد اجتماعي ومرشد اسري، في مشكله اتفضل روح للكنيسه، الكنيسه بتتكلم معاك وتناقشها معاك وهي اللي هتوجد لك اسلوب الحل. طيب التعامل مع الاصدقاء الخارجي او الخارجيين اللي انا ما اعرفهمش يكون في اضيق الحدود، حتى لو كان صديق في العمل يبقى او زميل في العمل يبقى التعامل بينه في ما يخص وقت العمل. بعد وقت العمل ما ينفعش اتكلم معاه في اسرار شخصيه. قنوات السوشيال ميديا زي الفيسبوك وزي المواقع الثانيه ديت اللي احنا بنتواصل عليها ما ينفعش ان انا اقبل صداقه شخص او اتواصل مع شخص انا ما اعرفهوش شخصيا او ما اثقش ان انا اتحدث معه. لو احنا عملنا الثلاث حاجات دول مش هنفتح الباب ان يكون في بنت اختفت ولا البنت ديت مجهوله الهويه ولا راحت مكان غير معلوم، لا هيبقى الموضوع في طيه فتنه. وبدايه الامر يا استاذ هاني العنايه الاسريه هي الاساس في الحفاظ على الطفل او الطفله او المخطوفه او الفتاه، سواء زوجه سواء بنت سواء اخت ايا كان، بدايه الامر في خروج الفتاه او اختفائها بيبدا من الاسره. مش بقول ان الاسره سبب، لكن الاسره بتبقى الطريق للوحوش ولخفافيش الظلام ان هم يستقطبوها ويقوموا بابتزازها وممارسه الضغوط عليها وتنفيذ كافه المخططات التي تتبع مع كافه الحالات السابقه تلو الاخرى. ايوه. حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ احب اقول ان كل انسان يستطيع حمايه نفسه إذا رغب في ذلك، وكل إنسان يستطيع إحضار حقوقه إذا تخاذل وتكاسل في الحفاظ على نفسه. البنت اللي هتعيش في أسرتها وتبقى حياتها في أسرتها ومرتبطة بالكنيسة ومفيش أي حد متداخل معاها، لا هتبتز ولا هتتخطف ولا حد هيقدر يمارس الضغوط عليها، لأن هي بتبقى سليمة وهم بيلتزموها وبعد كده هو بيعمل اللي هم عايزينه، وبعد كده حضرتك بيكون ده اسلوب الضغط علشان الست او البنت او الفتاه ما تقعدش الى اهلها. والكلام ده حضرتك في اكتر من فيديو تم نشره لفتيات اشهرت اسلامها في الفيديو وتمكن الامن من عودتها لانه
تأكد إن هذا الفيديو هو مفعول، يعني الفيديو دوت مش خارج عن قناعة لكنه أسلوب ضغط اتبع حتى تبتز هذه الفتاة، ويتم زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم إن هناك أشخاص منوط بيهم العمل داخل جهات خارجية عشان استقطاب هذه الفتيات، ومن الممكن إن يكون مشروع للتربح المادي عن طريق الفتيات ديت فيما يخص جهاد الأرحام، فيما يخص جهاد النكاح، فيما يخص تنظيمات الإرهابية اللي استقطبت فيها فتيات كثير قبل كده، وكان في تنظيم اسمه تنظيم بوكو حرام أعتقد في منطقة السودان برضو تم اجتذاب أطفال وفتيات لهذا الأمر. لكن الدولة مش هقول إلا إنها بتسعى بالفعل بما عثرته الفترة السابقة، تسعى جاهدة إن يكون هذا الأمر نصاب الجميع، وهتحاول بجهود جبارة إن هي تجعل السكينة فيما يخص البيت القبطي تحديدا وفيما يخص ملف الفتيات القبطية. أيوة، شكر جدا لحضرتك الأستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي القبطي. زي ما سمعنا وتابعنا مش بس في الحالات اللي عرضناها اليوم أو في حالات سابقة، لكن على مرور سنوات طويلة بنجد إنه في مواسم لهذه العمليات بتسبق أو تلي أعياد الميلاد، وزيارة الرئاسة إلى الكاتدرائية والتهنئة بيتم تهدئة وامتصاص غضب الرأي العام القبطي، وبعدها الأمن أو بعض رجاله بيطلق يد السلفيين في افتراس الضحية القبطية أو الضحايا الأقباط. لكن أحد الأساليب يعني احتواء هذا الموضوع، خصوصا أن الأسر بتفاجأ بمصيبة جديدة لم تتعود عليها، ما حصلت لهاش قبل كده، بيفقدوا توازنهم يوم واتنين وأسبوع واتنين وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي أو يعملوا ايه، وبعد كده مع الوقت بيبتدوا يستسلموا للأمر الواقع، وبعد كده للأسف بتظهر بعض شهادات مزورة لإشهار الإسلام، ده كله لإضعاف موقف الأسرة وعلشان يتخلوا عن ذويهم سواء بنات أو سيدات، وبعد كده بتظهر فيديوهات لإشهار الإسلام أيضا لنفس الغرض عشان الأسر دي تفقد الأمل في استعادة ذويهم. على الأسر حتى لو وصلت الحالة أو الوضع إلى ظهور شهادات إشهار إسلام أو ظهور فيديوهات لإشهار الإسلام، على الأسر إن هي تبقي الباب مفتوحاً لعودة ذويهم سواء بالغات أو قاصرات، وإنه يستمروا في البحث عنهم إلى عودتهم، وبعد ما يرجعوا إذا كانوا لا يريدوا أي فضايح أو أي شوشرة أو أي أنباء عن بنتهم أو زوجتهم بعد عودتهم، ممكن يستمروا في التقاضي بعيدا عن الإعلام علشان نبتدي نمسك أطراف وخيوط المؤامرة اللي بتحاك ضد الأقباط. للأسف في السنوات الماضية ارتفع عدد القبطيات اللي اختفوا أو اتخطفوا، والناس دي والجمعيات دي وأعوانهم ليهم خرائط وأماكن تجمع بل وأماكن تجميع القبطيات اللي بيقدروا يغرروا بيهم أو يخطفوهم على نطاق الجمهورية كلها. ودور الأمن للأسف صغار رجال الأمن في البداية بيكون تهدئة الأسر حتى تستطيع الجمعيات السلفية دي إن هي تاخد الضحية بعيدا عن القرية أو بعيدا عن المحافظة اللي هي اتخطفت منها، ومع الوقت ومع التضليل وتطمين الأسرة أسرة القبطية اللي اتخطفت بيضيعوا وقت علشان العصابات دي والتشكيلات دي والجمعيات دي تقدر إن هي تخفي ضحيتها، ومع الوقت الموضوع أو على أمل إنه مع الوقت هذا الموضوع ينتهي وبعد كده يشوفوا الضحية التالية. الأمر كله يستلزم أو يتطلب حالة واحدة فقط، أسرة واحدة فقط تستمر في مقاضاة الأفراد اللي وراء مخططات خطف
وإغواء القبطيات. طبعا احنا عارفين ان الأسر ودول اغلبهم واغلب الضحايا بيكونوا في صعيد مصر بيفضلوا عدم الشوشرة وعدم زيادة الفضايح وبيكتفوا بعودة بنتهم. لكن زي ما بقول لحضراتكم الموضوع يتطلب حالة واحدة فقط، أسرة واحدة فقط تستمر في التقاضي علشان تكشف هذه الشبكة من المتطرفين السلفيين وبعض من رجال الأمن اللي بيتعاونوا معاهم، وطبعا في هناك من يمولهم سواء من دول الخليج أو غيرهم. وللأسف هذه الظاهرة ازدادت في الشهور والسنوات الماضية. عموما هنتابع تطورات هذه المواضيع ونعرضها أمام حضراتكم كلما جد جديد.